السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله احنا النهاردة 5-1 لازلنا في سلسلة فيديوهات فرارة الانتاج. احنا النهاردة تقريبا كده نهاية السدة الشتوية والناس اللي كانت بتعاني منها وكان عندها البحر قاطع، فالفيديو ده موجه ليهم مخصوص. طب احنا النهاردة نهاية السدة الشتوية وهنبتدي المية خلاص البحار الجلنة، فاحنا بقولك ارقف بحالتك بالراحة كده وركز معانا في الفيديو دوت. مش معنى ان احنا جت البحاري خلاص اروح انا افتري بقى وعالج اللي فات كله، والمية اللي انت كنت بتديها في انقطاع السدة الشتوية اثناء السدة الشتوية واللي كان فيها ملوحة عالية 600 700 800 وكنا مجبرين عليها، ما جيش بقى مره واحده اروح غسل بالبحار واخرب الدنيا. بيقول لك لا شكرا، اهدى علينا بالراحه واحده واحده كده. لازم ريتين بعالج الاثار السلبيه اللي نتجت عن وجود السده الشتويه. يبقى انا اول ميه عندي بدي ميه بالمعقول حسب كل واحد حسب ارضه، انا ماليش دعوه بوضع الارض خالص. الارض الحمراء ليها وضع، الارض الطفله ليها وضع، الارض الرمله ليها وضع، الارض الحرشه ليها وضع. انا عايز بدي ميه معقوله فيها الميه البحاري بتاعتي وبحط معاها معالج ملوحه قوي. يا باشمهندس ليه معالج ملوحه قوي؟ من هدي بحاري، ما انا قلت لك انت بقالك كده في السده الشتويه 14 يوم 15 يوم 17 يوم ايا كانت فتره السده الشتويه عندك بتدي ميه فيها ملوحه عاليه اللي هي كانت 600 700 800 حسب كل واحد، فدي عملت اثار سلبيه على النبات بتاعي. من ضمن الاثار السلبيه ديت النبات بتاعي تلاقيه مزرق، تلاقي في مشاكل في الحبايه بتاعتي، تلاقي في مشاكل في الزهر بتاعي، في مشاكل في الجذر بتاعي. ناهيك كمان ان انت في نفس التوقيت دوت انت في الساعه اللي فاتت دي ما كناش قادرين نسمد اصلا او ننتظم في التسميد او ندي كميه التسميد اللي النبات عايزها. فاحنا بنعالج بديت ان انا بدي مع الميه البحاري بتاعتي معالج ملوحه قوي بجرعه عاليه. دي نمره واحد. في ميه معقول انا هغسل الملوحه اللي نتجت عن السده الشتويه بالميه البحاري المعيل اللي كنت بتديها، هديها في ريتين. الريه الاولانيه قلنا ميه بحاري وفيها ملوحه، ثاني ريه هنديها برده ميه نصوم عليها يوم او يومين وندي برده ميه بالمعقول برده حسب استيعاب الارض بتاعتك فيها منشط برده، لان اللي تاثر علينا المصطبه بتاعت الفراوله هي المنطقه اللي فيها جذور، فاحنا بندي فيها برضو غسل ملوحه وتنشيط جذر بطريقه ثانيه. ندي فيها مثلا هيومك، ندي فيها فالفيك، ندي فيها حامض سيتريك، ندي فيها طحالب بحريه. يبقى انا بضرب عصفورين بحجر، منها برضو تنشيط للجذر ومنها معالجه اثار الملوحه خالص ويبقى نهيناها خالص. ثالث بقى ريه اللي هتبقى برضو بالبحاري، كل واحد بقى يتباين الارض بتاعته ويشوف الارض بتاعته. اللي عنده نيماتود هيبتدي يعالج نيماتود، اللي عنده عفان هيبتدي يعالج عفان، اللي الجذر بتاعه عنده سليم وزي الفل والدنيا تمام عنده، عايز عرش هيدي حاجه للعرش خفيفه، عايز ظهر هيدي حاجه للظهر، عايز تحجيم هيدي حاجه للتحجيم. احنا بنقول ان الخير ثم الخير ثم الخير كله في الدوره الثانيه. الدوره الثانيه اقدر اجيب منها كيلو، اقدر اجيب 2، اقدر اجيب 5، اقدر اجيب 10، اقدر اجيب 15 حسب قوه النبات بتاعك وقوه الجذر بتاعك. احنا بنقول كل زرع النهارده محضر ظهر، فانا النهارده لو قدرت النهارده اخش على الدوره ديت وانا الجذر بتاعي نظيف والقرش بتاعي محضر والدنيا حلوه عندي وعالجت اثار الملوحه عندي، هاخد منها خير ما بعده خير، هاخد منها كميه حلوه في الفدان. طبعا ما ننساش خالص في التوقيت اللي احنا فيه عفان الثمار، ممكن كل الخير اللي احنا بنحلم بيه هيجي دوت عفان الثمار تيجي تقشه. يبقى احنا كده لازم تبقى حريص على موضوع عفان الثمار وخصوصا في الشتله اللي عرشها عالي. لازم برضو اخد بالي من العنكبوت، الناس النهارده اللي عندها العنكبوت لابت فيها او اللي لابت عندها في الزرع بتاعها او المفترس مش شغال بكفاءه عندي دوت، ممكن الخير كل اللي جه دوت يقش الشجره بتاعتي ما خدتش منها حاجه. لما تبقى دي اللي قدر الله ادولك قرض يبقى غصب عننا، يبقى من عند ربنا نقول الحمد لله رب العالمين. يبقى انا المشاكل اللي توقعني لو النيماتود انا عالجتها، لو عفان انا عالجتها، لو حمراء انا عالجتها، لو عفان ثمار انا عالجتها، يبقى لو جت اختبار من ربنا دول كده نقول الحمد لله رب العالمين. دي كده كانت شويه ملاحظ بسرعه كده فيها تحضير زي الفل. النبات شكله مش كويس او شكله مصدوم، لان طبعا هو كان بيروي ميه معين في الفتره بتاعت السده الشتويه ديت، كان طبعا الميه عنده هنا فوق 600 تقريبا 650 اكتر او اقل مش متذكر يعني، فطبعا كانت عامله عنده منشا يعني ان النبات واضح ان هو مصدوم. طب انا الخير اللي موجود ده قلنا نضعفه باللي احنا قلنا عليه ونعالج اثار السده الشتويه اللي حصلت ديت والمعاناه اللي النبات بيعانيها النبات في المعاناه ديت وادانا الخير ده، ما بالك احنا لو اشتغلنا عليه كمان بقى وفكينا اللي حصل دوت واشتغلنا على صاحب طلباته، اقدر اضاعف اللي موجود ده مره ومرتين وربنا يبارك يا رب. يعني بنقول يا رب يعني ان شاء الله باذن الله كده نكون موفقين في هذا الفيديو. بنقول لكم لو بتتابعونا على الفيس من فضلك اعمل لايك، لو بتتابعنا على اليوتيوب من فضلك اعمل شير في القناه. خلينا معكم عشان نتواصل، تابعوا 0147 8 6 1 9 6. شكرا.